اهدى اهدى ان شاء الله خير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا عم. يسعدني يا عمي ان اطلب ايد الانسه فايده. افندم هل اللي هتجوز انا؟ ما قصدي يعني يا عمي ان انا جاي اطلب ايد الانسه فريده لابننا فارس. تمام. والمثل بيقول برضو يا عمي اخطب لابن اختك ما تخطبش لابنك. ده شيء يشرفنا والله يا استاذ دمنهور. استاذ فارس اخلاق عاليه محدش يختلف عليه. بعرفك. متشكر جدا يا فندم واتمنى اكون عند حسن ظن حضرتك. اهلا وسهلا. طيب متهيألي ناخد راي العروسه الاول. طبعا. وايه؟ بس انا اسف يعني فكره. حلقات جديده يوميا على فيو بتوقيتك.